ومعنا عبر السكايب من بيروت الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش السيدة بلقيس ويلي. سيدة ويلي، مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم. قلتم أنه ينبغي للسلطات التحقيق في كل حالة وفاة ارتكبتها هنا قوات الأمن، وذلك بمساعدة خبراء دوليين إن لزم الأمر. ما إمكانية تحقيق ذلك سيدة ويلي؟ ليس فقط هذا ممكن، ولكن هذا التزام قانوني. العراق يتحمل مسؤولية قانونية في ظل القانون الدولي لحماية المتظاهرين وعدم استخدام القوة بطريقة غير شرعية. ربما قوات الأمن استخدمت قوة مفرطة، والحكومة مطلوب منها أن تحقق في كل حالة. رأينا الحكومة العراقية تحقق أول 147 حالة من الناس الذين قتلوا في بداية أكتوبر، ولكن نتائج التحقيق لم تكن كافية. لقد مضى شهران ونعرف فقط عن شخصين تمت مقاضاتهما مع الوعود بمقاضاة آخرين. التحقيق يجب أن يشمل كل من قتل، ويجب أن نرى تحقيقا بشأن لماذا قوات الأمن يبدو أنها تتجاهل أوامر رئيس الوزراء. هل هذا لأنه لا يستمعون للأوامر، أم لأن هناك أوامر أخرى يتبعونها؟ نعم، مثلما تحدثت أن الحكومة قامت بتقديم تقارير حول هذه الانتهاكات أو عمليات قتل المتظاهرين وخطفهم أيضا، إلا أن التحقيق لم يكن شفافا. إذن لماذا لا يبادر أو لا يباشر بإدخال هؤلاء الخبراء الدوليين في عمليات التحقيق، وليس الانتظار بأنه إذا لزم الأمر لذلك أم لا؟ نحن لا يمكن أن نصدر أحكاما مسبقة على نظام التحقيقات العراقي، لأننا لا نعرف ما يكفي عن كيفية القيام بهذه التحقيقات وما هي النتائج. التقرير في حد ذاته لم ينشر بعد الجولة الأولى من القتل، وبالتالي لا نعرف عن الأساليب، أساليب التحقيق وكيف تمت. ربما الحكومة العراقية لديها نظام تتبعه للقيام بتحقيقات نزيهة، ولكن لم نرى هذا بعد. إما الأمر يعود للحكومة أن تظهر لنا أن بإمكانها القيام بالتحقيقات، أو أن تطلب من المجتمع الدولي أن يأتي ويساعد في القيام أو في تحقيق هذه الأهداف. بيان للمنظمة Human Rights Watch طالب بإجراء تحقيقات سيدة ويلي سريعة هنا، وتحقيقات عادلة ومستقلة بقتل هؤلاء المتظاهرين. كيف يمكن ضمان إجراء هكذا تحقيقات؟ الكثير من الدول في العالم لديها أنظمة موجودة، بحيث عندما القوات المسلحة وقوات الشرطة ترتكب انتهاكات، فهناك فريق من الأفراد من خارج التسلسل القيادي لهذه القوات والقادرين على القيام بتحقيقات مستقلة. والكثير من القائمين على تنفيذ القانون والجيوش في العالم قادرين على القيام بذلك. هذه المهمة ليست مستحيلة، وعلى العراق أن يثبت أنه قادر على عمل ذلك. في حال سيدة ويلي تم إثبات تورط قادة في عمليات قتل المتظاهرين، كيف ستتم المحاكمة هنا؟ هل ستتم المحاكمة فقط عراقيا، أم سيكون هناك أيضا تدخل أممي في هذه المحاكمة؟ أعتقد أن السؤال الأول هل الشخص يجب أن يقاضى أم لا. حتى الآن، وكما ذكرت، التقارير الأولية بشأن أول 147 شخص قتلوا ركزت على طرد قادة، وهذا الطرد غير كاف للتعامل مع شخص أعطى أوامر غير قانونية وأدت إلى مقتل متظاهرين. يجب أن يقاضى هؤلاء، وإذا ويمكن مقاضاتهم في المحاكم العراقية إذا كانت نزيهة.
ولا يجب أن تتأثر المحاكم بالسياسة. نعم. سيدة وليد، هناك تقارير متعددة لديكم عن انتهاكات حقوق الإنسان، كيف تحصلون على معلوماتكم لهذه التقارير؟ وتم الحديث أيضا أن هناك نشر ل400 موظف منكم هناك في مواقع التظاهرات، هل يرتدون زيا يدل على أنهم ينتمون لهذه المنظمة؟ كيف يتم عملهم بالضبط؟ علي أن أوضح شيئا، ربما هناك إرباك فيما يتعلق بنا. منظمة العفو الدولية لها ممثل واحد في العراق وهو أنا، وأنا على الأرض بشكل منتظم، وكل المعلومات في تقاريرنا تجمع من جانبي بناء على مقابلات ميدانية مباشرة مع الشهود والضحايا وعائلاتهم، وكل المعلومات التي ننشرها تجمع ويتم التحقق فيها من قبلنا. كنت معنا عبر السكايب من بيروت الباحثة في منظمة العفو الدولية، شكرا لك السيدة بلقيس ولي، شكرا لك.